نبتدي بقى مع حضراتكم. وزي ما انتم عارفين دايما الاهلي بيكون ليه فكر مختلف في كل الامور، وخصوصا فيما يتعلق بمبدا رد الجميل، ودايما حاضر بمنتهى القوه في كل الاحتفالات الوطنيه المختلفه. ده شفناه امبارح في احتفال النادي الاهلي بانتصارات اكتوبر اللي كانت عباره عن ماتش خماسي بين قدامى النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي في مختلف الاجيال، وكانوا يعني مشكلين فرقتين الازرق والاحمر. المباراه دي اتلعبت في صاله الامير عبد الله الفيصل، وبصراحه الماتش يعني رجع كتير جدا من اللي كانوا حاضرينه للذكريات، المهارات بقى والاداء الجميل الحلو بتاع زمان لنجومنا. احنا كان عندنا من زمان جدا في النادي الاهلي، وده دايما قاسم مشترك بين كتير جدا من الاجيال، لعيبه عندهم مهارات استثنائيه. كان من ضمن اللي يعني حاضرين بمباراه الامس شريف عبد المنعم ووليد صلاح وزكريا ناصف وخالد ديبو واحمد بلال ومحمد يوسف وهشام حنفي ومحمد عماره واحمد فوزي واسلام الشاطر، طبعا مع حفظ الالقاب للجميع وكل التحيه والاحترام، ومش عايزين ننسى اي اسم، بس فعلا رجعونا للايام الحلوه بتاعه زمان. المباراه كانت قويه جدا وانتهت لصالح الفريق الازرق بنتيجه 7-6. برضو من الحاجات الحلوه في الاحتفاليه دي مش مجرد المنافسه بين الاجيال، انما الجماهير اللي حضرت، وهم يا جماعه يعني قطاع الناشئين كانوا موجودين عشان يتعلموا حب الوطن وعشان يفتخروا بانتصاراته، وكمان عشان يتفرجوا على رموز واساطير موجوده في الملعب ويعرفوا ان النادي الاهلي جزء لا يتجزا من الوطن. بص، مشهد جميل بكل المقاييس، يعني عايز اقول لك حلو قوي ان انت تروح وتشوف قدامه الاهلي وهم بيلعبوا وذكريات، وترجع بالنوستالجيا، بس نوستالجيا حيه بقى قدامك يا كريم. يعني زي فريق طبعا الشمس في النادي الاهلي، الواحد اوقات بيحب يروح يتفرج، بس يتفرج كده عليهم تحس برده باللعب زمان. وعايز اقول لك بقى الفريق الاحمر اللي هو كابتن زكريا ناصف والجيل ده، يعني لو تشوفهم هم بيلعبوا فريق الشمس في النادي، بص مش مفيش كوره عايزين يفوتوها، بيلعبوا بحماس، لسه الحماس موجود، لسه ولسه لمساتهم الحلوه موجوده. بس طبعا يمكن بقى عامل السن او غيره برده بيفرق طبعا، فكان الى حد ما انا كنت متوقعه فريق الازرق هو اللي هيفوز، بس كانت لمسه جميله ومباراه جميله ولقطه جميله. وبعد الماتش كمان خليني اقول لحضراتكم، كابتن محمود الخطيب واللواء اركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضه القوات المسلحه قاموا بتسليم كاس شهداء نصر اكتوبر للفريق اللي فاز. الاحتفاليه بدات بدقيقه طبعا حداد على شهدائنا وبعرض فيلم تسجيلي تضمن العديد من المشاهد لذكرى نصر اكتوبر، وحديث الرئيس الراحل انور السادات وكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه بمناسبه حرب اكتوبر. وحضر الاحتفاليه كمان اعضاء مجلس اداره النادي واللواء اركان حرب خالد شكري، ونائبا طبعا عن الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، ايضا العميد خالد محمود رئيس المكتب الفني لجهاز الرياضه، والعقيد عمرو درويش مدير مكتب رئيس جهاز الرياضه، والدكتور سيد حزين وكيل اول الوزاره ومدير مديريه الشباب والرياضه بالقاهره. يعني اسماء كلها محترمه. طبعا ده كان نائبا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. مره ثانيه لفته جميله جدا، وحاجه اكيد اعتقد يعني فرحت كل اهلاوي بيتفرج، وزي ما كنت بقول هي برضو يا كريم في الاول وفي الاخر نوستالجيا يعني. طبعا اكيد حاجة حلوة.